السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ بإذن الله تكونون زيانين وبإذن الله افتهمتوها من على الفيديو السابق. إذا الله سهل بهالفيديو راح أشرح لكم أول دائرة من دوائر الأوسيليتر مالتكم أنتو. بتعودكم وياي بس دائرتين أوسيليتر. هاي الدائرة الأولى اللي اسمها FET Phase Shift Oscillator. ليش سميت بهذا الاسم؟ اسمها FET هذا جزء من اسمها لأن هي تستعمل ترانزستور من النوع FET اللي هو Field Effect Transistor. أما Phase Shift Oscillator لأن أنا عندي هنا إذا تلاحظون متسعة مقاومة متسعة مقاومة متسعة مقاومة. هاي ليش؟ إن هذا خلينا نقول الستيج المكون من متسعة مقاومة. كل واحد عندنا حيكون فد فرق طور بمقدار 60 درجة، فرق الطور ما بين إشارة الإدخال والإخراج. فهنا 60 درجة وهنا 60 درجة وهنا 60 درجة، هاي 180. وعدي الـ FET هم يشتغل بأنه عاكس للطور هم 180، فيصير عدي الفيدباك ما بين الأنبوت والأوتبوت 360 درجة، فصير عدي هاي دائرة ستيبل. اوكي نجي هنا نباوع. To find the frequency of oscillation we must follow the following steps. عود احنا نوجد التردد اللي بيه ماتي الموجه قاعد تذبذب لموجه الاوتوت ماتي اني قاعد تطلع بيه، لازم احنا نتبع هالخطوات. الخطوه الاولى بان احنا نوجد البي اوف جي اوميجا وات ايكوالز في اف على في اوتوت. اوكي هالخطوه الاولى. الخطوه الثانيه setting the imaginary part of v of j omega equal to 0 and finding f oscillation. هاي حتكون من جزء حقيقي وجزء تخيلي، لازم اوجد جزء التخيلي من عنده واسويه يساوي لنا صفر، وراح اعوض بدل كل اوميجا 2 باي f، الاف اللي حيطلع لي هو الاف oscillation. اوكي حتبين اكثر طبعا باذن الله بالمثال. In the important part of the circuit we have، بالجزء المهم من الدائرة عندنا هذا، اوكي؟ هذا اللي هو أخذت قطع من هاي الدائرة اللي هو هذا الجزء. هنا ايش قاعد يصير؟ هنا احنا بس قاعد نقول بين هنا هذا لوب عندي وهذا لوب وهذا لوب. من هاي الثلاث لوبات حنكون احنا مجموعة من المعادلات، اوكي؟ المعادلات اللي حشرحها يعني ستيب باي ستيب، اوكي يعني هي مفهومة ما بها أي شيء. لما أقول لكم هاي أنا ما مهتم بها شلون طلعت، لأن هاي عمليات معقدة رياضياً، فتأخذوها كما هي، ماكو داعي تشتقوا ليها. أول شيء عندنا الإكس سب سي سنة واحد على جي اوميجا سي، هذا قانون الرادة السعوية، اوكي اللي هي يعني خلينا نقول شلون المتسعة تقاوم مرور التيار. ما يصير اني اسميها مقاومة لان هي المقاومة هو جزء بس حقيقي، المقاومة هي هاي بها بس جزء حقيقي، بينما الرادة السعوية هي جزء تخيلي. بس هذا قانونها اكس سب سي يساوي لنا واحد على جي اوميجا سي. الجي هو يمثل معامل الحد التخيلي، اوكي الاوميجا هو التردد الدوراني اللي هو 2 باي اف، سي هي سعه المتسعه فتشي يقاس بالفاراد، واي تساوي اكس اب سي على ار. هذا مو فتشي علمي يعني هاي مو الها فد اسم ممانعه لو مقاومه لو مطاوله لو هيك فتشي، هذا مجرد فد رمز اني هنا اقترحته بهذا الاشتقاق بس انه شوي حيسهل من سالفه هاي القوانين، ما حيصير بها بسط مقام هوايه بسط مقام بسط مقام، هذا الشيء حيسهل وحتشوفون حاله من حال هاي الاي. الاي تساوي 1 على اوميجا ار سي او اوميجا سي ار، هذا الشيء هم يعني هو ما له فد خلينا نقول فد رمز معين او فد معلومه معينه او اسم فد متغير معين، هو مجرد بس فد متغير احنا افترضناه او شويه ماتنا الاشتقاق ما يصير به بسط ومقام وغيرها. نجي نبقى اول شيء الفي اف تساوي لنا اي 1 في الار. عندكم بس تلاحظون هنا فد شغله شويه مهمه نوعا ما، الاي هنا كلها بديت اكتبها سمول، ليش؟ لان هذا الشيء انا عندي هنا اي سي مو دي سي، هاي بس حطوها ببالكم، اوكي؟ الاي هنا اذا تلاحظوها اللي هي التيارات مالتي اني كلها مكتوبه باحرف سمول، ليش؟ لان هذا مالتي التيار هو اي سي مو دي سي. نجي نباع في اف تساوي لنا اي 1 في الار، يابا الفولتيه هاي الفي اف تساوي لنا اي 1 اللي هو هذا التيار في الار، هذا الشيء كله سهل اللي هو حسب قانون اوم، يابا الفولتيه تساوي لنا التيار مضروب في قيمه المقاومه، ما عندنا اي اشكال. نجي نباع هسه هنا اي 2 في الار تساوي لنا اي 1 ار زائد ان اكس اب سي. هذا الشيء شلون صار؟ اي 2 في الار يساوي ان اي 1 مضروب في افتح قوس ار زائد ان اكس اب سي. الاكس اب سي طبعا هي الراده السعويه هو مو فد رمزيه متغيره. هاي صارت بنياب احنا قلنا هاي الفولتيه اللي هنا تساوي مجموع هاي الفولتيه زائد هاي الفولتيه، هاي القوانين مال لوب، اوكي؟ قوانين لوب من الفولتيه اللي هنا تساوي الفولتيه اللي هنا زائد الفولتيه اللي هنا. الفولتيه اللي هنا ايش قد؟ اي 2 اللي هو التيار مضروب في الار اللي هو هاي. اي 2 في الار. زين الفولتيه هنا ايش قد والفولتيه هنا ايش قد؟ التيار المار بهالمقاومه اللي هو اي 1 هو نفس اللي يمر بهالمتسعه، ليش؟ لان هذني توالي، هاي الار وهي هاي السي هذني مربوطات على التوالي. اذا هذا الاي 1 هو نفسه اللي يمر بهالمتسعه واللي يمر بهالمقاومه. الفولتيه مال المقاومه تساوي ان اي 1 مضروبه في الار. اما الفولتيه مال المتسعه فحيساوي ان اي 1 مضروبه في الاكس اب سي اللي هو هذا. طبعا هذا الشيء لتسهيل الحسابات. اوكي هذا الشيء لتسهيل الحسابات. عندنا الاي 2 في الار حسن اي 1 في الار زائد اي 1 في اكس اب سي. اخذنا الاي 1 عامل مشترك صارت هيجي. من عنده حيساوي ان اي 2 في الار الحد العريس ربقيته كما هو حيساوي لنا
اخذت بس الار عامل مشترك عم اطلعها خارج هذا القوس، حيصير عندنا اي 2 الار سوينا اي 1 في الار. الحد الاول لما نقسمه على ار يبقى عندي بس واحد، اما الحد الثاني لو اكس اب سي لما نقسمه على ار يبقى عندي واي. ليش؟ لان الواي تساوي اكس اب سي على ار. اذا الله افتهمتوا هذا السطر شلون صار. اوكي، هذا السطر هو اللي يخص هذا اللوب. بس اخذنا بقلنا الفولتيه هنا تساوي مجموع هاي الفولتيه زائد هاي الفولتيه، ولا اخذنا الار عامل مشترك. بس على مود بعدين اكو شويه في عمليات رياضيه شويه راح تسهل من اني ايش اسوي. خاف بعضكم بدي يسال ليش احنا اخذنا هنا الار عامل مشترك من الحد العالي يمنا، اللي جوا شويه حتبين. هسه نجي على هذا اللوب اللي هنا، هذا اللوب هنا حنقول هاي الفولتيه تساوي هاي الفولتيه زائد هاي الفولتيه. اوكي، هاي طبعا احنا بدنا نطلع معادلات وراح نحلها انيا. اي 3 في الار، طبعا هاي الفولتيه اللي هنا هي شنية حسب قانون اوم، اي في الار هي اي 3 مضروب في الار يساوي ان اي 2 ار سوري عبارة سطر اللي هاي اي 3 الار يساوي ان اي 2 ار زائد ان اي 1 زائد ان اي 2 اكس اب سي. هذا الشيء شلون صار؟ هنا واحد قد يقول هاي الشيء شلون معادلة هاي شلون صارت؟ قلنا هاي الفولتيه تساوي مجموع هاي الفولتيه زائد هاي الفولتيه. هاي الفولتيه اللي هاي 3 في الار هذا حسب قانون اوم. هاي الفولتيه اللي هنا انا اي 2 في الار هم حسب قانون اوم نفس ما احنا حسبناها بالسطر السابق. زين الاكس اب سي هاي ليش صارت اي 1 زائد اي 2؟ التيار اللي هنا ايش قد قاعد يمر؟ احنا قاعد نقول بين التيار اللي قاعد يمر لهنا اسمه اي 2، والتيار اللي قاعد يمشي بهذا الفرع كله اسمه اي 1. هذين التيارين هنا مو انجني من جمع هنا صار هنا هذا التيار؟ يعني هذا التيار اللي هنا هو تقسم صار اي 2 وصار اي 1. اذا التيار اللي مر هنا هو عباره عن حاصل جمعهن. اوكي؟ هعيد لكم اياها. دنقول بين الفولتيه هنا سوينا الفولتيه هنا زائد الفولتيه هنا. الفولتيه هنا والفولتيه هنا هن كلش مبينات حسب قانون اوم اللي هي اي في الار. الفولتيه هنا شو تساوينا؟ تساوينا التيار في الراده السعويه. التيار اللي هنا ايش قد؟ ما يصير اقول هو نفسه اي 2 هذني مربوطات على التوالي. لا، هذني مو مربوطات على التوالي. ليش؟ لان هذا التيار التوتال قاعد ينقسم الى جزئين، جزء يمشي هنا بهالار وجزء يمشي بهالمتسعه وبهالار. هذا الجزء اللي يمشي هنا اسمه اي 1 بينما هذا الجزء اسمه اي 2. اذا هذا عباره عن مجموعهن اللي هو اي 1 زائد اي 2. تدون تسموه فد اسم معين اوكي، بس لا تسموه اي 3 لان اي 3 محجوز بهالدائره. اي توتال، اي 4، اي 5 بكيفكم. اوكي، ايفون هم عادي. نجي نبقى هنا هسه هنا صار عندي هذا الاي 2 في الار هو هذا نفسه اي 2 في الار. نجي هنا من هسه من نبقى هاي الاي 1 مضروبه في اكس اب سي هياته، والاي 2 مضروبه في اكس اب سي هياته. بين قوسين بس هذا الاكس اب سي دخلته على الحد الاول وعلى الحد الثاني طلع عندي هذا الحد. اوكي، هسه نجي نبقى هنا اي 3 في الار هم انا مرت له شوي اختصر حيساوي لنا اي 2 في الار. اتبعون الحدود اللي بيها اي 2 ار اللي هذا الحد الاول والحد الثاني. لما اخذ من عندهم اي 2 ار عامل مشترك ايش حيبقى بيها؟ الحد الاول حيبقى من عنده بس واحد، بينما الحد الثاني حيبقى من عنده اكس سب سي على ار. الاكس سب سي على ار احنا اتفقنا بالبدايه بين هي واي. اوكي، بين هي واي زائدا اي 1. الاكس سب سي هي نفسها هاي اللي هي البسط مال هذا الحد، اقدر اقول هي تساوي لنا ار في واي. ليش؟ لان حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. بين قوسين اذا انا قاعد اقول بين يابه تيار يساوي لنا الفولتيه على المقاومه. اوكي، تيار يساوي الفولتيه على المقاومه. اذا ما تي اني الفولتيه ايش راح اساوي؟ التيار في المقاومه. ها مجرد حاصله بالطرفين يساوي حاصله بالطرفين يساوي حاصله بالوسطين، طلعت من عندها هاي المعادله. هم انا قد تسالون استاذ هاي شلون صارت وشلون هيك، شرحناها هنا عندكم على مود بس هاي الرموز بعدين راح تسهل بعدين باذن الله. هسه نقدر احنا نعوض المعادله رقم 2 بالمعادله رقم 3. اوكي، هاي المعادله رقم 2 نعوضها بالمعادله رقم 3. بعضكم قد يسال شلون؟ لان عندنا احنا بالمعادله رقم 3 اكو اي 2 في الار من ضمن الحد اللي موجود على يمنه، وبالمعادله رقم 2 همنا اكو اي 2 في الار. شنو الهدف؟ اريد هاي المعادله مالتي ما بها اي 1 واي 2 واي 3 ثلاثتهم مجهولات، ولما هنا لما اعوض الاي 2 بدلاله الاي 1 راح يصفى عندي بين هاي المعادله بها بس اي 3 واي 1 بها مجهولين بدل ما ثلاث مجاهيل. فهنا بدل كل اي 2 ار راح اعوض يابا اي 1 ار واحدا زائدا واي. نجي نباوع اي 3 في الار هاي نفسها كما هو، اي 2 في الار واحد زائدا واي حاعوضها بدلها اي 1 ار اللي هي اي 1 ار واحد زائد واي. وهنا هذا الحد هو نفسه بي واحد زائد واي، هذا القوس كله واحد زائد واي مضروب في واحد زائد واي حيصير واحد زائد واي لكل تربيع. زائدا هذا الحد هذا حيبقى كما هو. اوكي، هذا بقى كما هو هذا الحد. اللي صار عندنا شنو؟ بس هاي الاي 2 ار عوضناها بين هي تساوينا اي 1 ار واحد زائد واي، هو المعادله نفسها بها اوريدي واحد زائد واي اذا تصير هاي تربيع. اذا الاي 3 في الار حيساوي لنا اي 1 ار
هنا ايش سوينا؟ بس اخذنا I1R عامل مشترك ما بين هذا الحد على اليسرى، هذا الحد وهذا الحد، اخذنا I1R عامل مشترك، حيبقى عندي I1R نفتح في قوس كبير 1 زائد Y لكل تربيع زائد Y، هذا البقعة من هاي الحدود الحدين هذين الاثنين، ولا ما اخذنا I1R عامل مشترك. اذا انتم ظنيتوا بان الاشتقاق شويه صار معقد، فصدقوني كلش كلش خطوات معقده عم توصلون لهالخطوه ولهالخطوه، ولذلك انا ما طلبتها من عندكم، حطيت بس هيك هاي العباره after doing some mathematical simplification، بعد القيام ببعض التبسيطات الرياضيه سنحصل على هاي المعادله. هاي المعادله شلون طلعتها؟ ما طالبها من عندكم، اوكي؟ رياضياتها كلش معقده. هذني نوعا ما يمكن هسه شويه دختولين هواي قاعد اقول I1R وI2R ما شنو، بس لو تصفنون بيها ترى هي فشي كل سهل، لا تخافون، اوكي؟ بس هاي شلون طلعت من هذني السابقات ما يهمني، وهاي شلون طلعت من هذني السابقات كلن هم ما يهمني، وهم كاتب لكم after doing even more mathematical simplification to get b of j omega where it equals vf على v output we get VF على V out تساوينا 1 على افتح قوس 1 ناقص 5 أي تربيع زائدين جي أي تكعيب ناقص 6 أي، ما يهمني هاي شلون طلعت، ما يهمني. هسه نجي هنا نعوض هذا الحد، جزء هذا مو بجزء تخيلي، حنعوض بدل الجزء التخيلي نساوي للصفر، وهاي اللي أنا شارحها to find the frequency of oscillation، عود احنا نوجد التذبذب مال تسلسل تردد مال تذبذب مال تياني اللي هو الفريكونسي، we set the imaginary part equal to zero as shown below، يا بالimaginary part اللي هو الحد اللي مضروب فيه جي، اوكي الحد المضروب فيه جي والimaginary part الجزء التخيلي، معناتها هاي الاي تكعيب ناقصا 6 اي نساويها للصفر، معناتها ناخذ الاي عام المشترك نقدر نقول اي تربيع ناقصا 6 يساوينا صفر. عندي ثلاث احتمالات، لو الاي تساوينا صفر، لو الاي تساوينا سالب تحت الجذر 6، لو الاي تساوينا موجب تحت الجذر 6، هاي الحلول مال هاي المعادله الرياضيه، اوكي؟ لما احنا قاعد نقول اي تربيع ناقص 6 يساوينا صفر، لو الاي تساوينا صفر، لو الاي تساوينا سالب تحت الجذر 6، لو موجب تحت الجذر 6. الصفر والسالب تحت الجذر 6 هذين راح يتكنسلن. ليش؟ الـ A تساوينا 1 على أوميجا RC، إذا إحنا قاعد نقول بين الـ A تساوينا 0، ها معناتها بين التردد ماتي أن إنفينيتي، أوكي الـ R قيمتها فتشي محدد اللي هي قيمة المقاومة، والـ C اللي هي ساعة المتسع عملها فتشي محدد، أنا من دا أقول الـ A تساوينا 0 معناتها ماتي التردد مال Oscillation تساوينا 0، موجة ماتها التردد إنفينيتي سوري مو صفر، موجة ماتها التردد إنفينيتي، ماكو هيجي شي. ماكو شيء اسمه موجة مات التردد إنفينيتي، موجة مات التردد صفر هاي اللي هي الموجة دي سي يسموها، بان هي موجة مات التردد صفر، بس موجة مات التردد إنفينيتي هذا الشيء ماكو، ولذلك هذا الحل اللي هو الأيت سان صفر هذا حنكنسله. الأيت سان السالب تحت الجذر 6 هذا الشيء همنا مرفوض، ليش؟ لأن ماكو شيء بالدنيا اسمه مقاومة سالبة أو سعة متسعة سالبة أو تردد سالب، فهذا الحل السالب همنا يتكنسل. ناخذ فقط الحل الموجب، هنعوض بدل الاي بني حتساوينا موجب تحت الجذر 6، فواحد على اوميجا ار سي اللي هي الاي ساوينا تحت الجذر 6، اذا الاوميجا هاي بس مجرد حاسبه الطرفين يساوي حاسبه وسطين، حيساوينا واحد على تحت الجذر 6 مضروبه في ار في سي او في سي في ار، يا بالاف تساوينا اوميجا اوسيليشن على 2 باي هو نفس الاوميجا تساوينا 2 باي اف، فمجرد قاعد نطلعها بذات الاف، فواحد على 2 باي مضروب في هذا الحد، so the output voltage is an AC voltage that has the frequency f f oscillation اللي هو هذا قيمته، اوكي؟ اذا الله افتهمتوا الخطوات اللي انا شرحتها لاشتقاقها، الخطوات اللي انا كاتب عليها برم احنا سوينا في عمليه رياضيات يلا حصلنا هاي، ورحنا سوينا عمليه رياضيه حصلنا هاي، هاني ما مهتم باشتقاقها، اوكي شباب؟ ما مهتم باشتقاقها. اذا الله افتهمتوا على الجزء اللي انا شرحته، هذا الجزء الاخير من الملزمه اذا الله حشرحكم اياها على الفيديو الجاي. اذا عندكم اي استفسار كتبوا لي بالتعليقات، اذا الله ما راح اقصر وياكم، وكالعاده شباب هاشتاج خليكم بالبيت، اذا الله يا فتره وتعدي على سلامات علينا وعليكم. يلا تحياتي شباب، مع السلامه.